بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. تحيا نعمتها وبركاتها والاهم دار دهور كلها امين. احنا كنا خلصنا تعليم وفكر القديس يوحنا زابيل فم في اكتر من محاضره. النهارده هناخد فكره كده عن بعض اباء السريان، قديس ساويروس الانطاكي، قديس يعقوب السروجي، القديس ماري افرام السرياني. هناخد يعني فكرة سريعة، لكن يبقى لينا من آباء الكبادوك، آباء الكبادوك يبقى القديس غرغوريوس النيسي، برضو هناخد عنه فكرة في محاضرة لاحقة. أقرر برضو علشان يعني دقة المحاضرة والتسجيل، الفرقة الثالثة مادة علم الآبائيات، المعهد اللاهوتي دير العسل. القديس ساويروس الأنطاكي ولد هذا القديس بآسيا الصغرى، كان أبواه يعدان من أكابر الأعيان، يمتازان بثروتهما، وكان من جملة المئتين أسقف الذين قطعوا مع القديس كيرلس الكبير بحر منسطور، وسمي ساويروس صاحب السيرة على اسمه. بعد وفاة والده الذي كان في مجلس شيوخ المدينة، أرسلت والدته مع أخويه اللذان يجبرانه الأسكندرية ليدرس الفلسفة والبيان واليونانية واللاتينية، وبعد أن أكمل دراساته الفلسفية بالأسكندرية انتقل إلى بيروت ليدرس القانون. أما عن قبول الإيمان فقد رتب الله له صديقا اسمه إيفاجريوس، كان يؤنبه بشدة ويقول له لماذا تتأخر عن أن تعتمد بعدما حصلت عليه من علم، وذكره إن كان يهتم بخلاص نفسه فلابد له أن يعتمد فورا. فتأثر القديس ومضى واعتمد في كنيسة الشهيد لوانديوس في طرابلس بالشام، وحدث أثناء دهنه بالميرون المقدس أن ظهرت يد فوق المعمودية نازلة على رأس ساويروس، وسمع الجميع صوتا يقول مستحق مستحق مستحق، فتعجب الجميع وقالوا ما رأينا قط لمن تعمد مثل هذه الآيات. عندما نتكلم عن حياة النسكية، فبعد أن نال ساويروس نعمة العماد تقدم في الروحيات، فكان يصوم كل يوم ويقضي في الكنيسة معظم الليل حتى ضعف جسده. وبينما كان القديس يقرأ في الفلسفة ظهر له الشهيد لوانديوس وقال له كفاك هذه القراءة، هلم أتبعني لكي تتعمق في دراسة كلمة الله التي كان يقرأها الأباء حتى أيام نياحتهم. انهض يا ساويروس، اعدد نفسك لعمل الجد في الكنيسة، واسلك في الرهبنة لتتعرف الجهاد بقوة، واحمل ترس الإيمان الذي به تقدر أن تطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذ خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله كما جاء في أفسس، رسالة أفسس الإصحاح السادس. وعند ذلك تطفئ نار الهراطقة، وإنك سوف تمضي إلى أنطاكيا وتصرخ كأسد زائر وتهرب من أمام وجهك الجموع المقاومة للإيمان، وعليك بدراسة كتابات القديسين باسيليوس وغريغوريوس وأغناطيوس وأثناسيوس الرسولي. فاتخذ طريقه إلى دير الشهيد لوانديوس بفلسطين عام 488 ميلادية. وبعد أن مكث زمانا في دير الشهيد لوانديوس، التهبت روحه واشتاقت نفسه للتوغل في حياة القداسة، فاختار طريق الوحدة في الصحراء. وكان القديس يتعب جسده بالصوم والسهر والدراسة، وقد مضى إلى دير رومانوس، وهناك أخبر بواب الدير الآباء وقال لهم بالباب فيلسوف يطع ساويروس يريد أن يقيم معكم. فلما سمع رومانوس اسم ساويروس قام مسرعا وكل من معه وخرجوا للقائه، ما أن وقع بصره عليه حتى ابتدره قائلا افرح يا راعي الأنفس، أنت دعامة الحق، تقوي يا ساويروس الرب معك، لقد أظهر لي الرب عملك وعلمك في هذه الليلة ومقدار كرامتك. وعندما اقتسم إخوته
ثروة والديهم الكبيرة أعطوا جزء منها للقديس فوزع جزء منها على الفقراء وشيد بما تبقى ديرا بالقرب من غزة، وكان كثيرون يأتون إليه الاستفادة من تعليمه. وبعد أن عاش حياة القداسة سنين طويلة في الأديرة وفي الصحاري، ورأى ما حدث من انشقاقات ومحاربات كثيرة في كنيسة من هراطقة، صمم أن يخرج من عزلته وينطلق من وحدته ليدافع عن الإيمان المستقيم مثلما فعل قديس أنطونيوس. فابتدا يقاوم الهرطقات بشدة ويرد على كل منهم مقنعا ومبينا لهم عاقبة أفعالهم الرديئة، فكتب رسائل كثيرة للرد على المبتدعين. ولما وصلت رسائله للملك أحس الجميع أنه الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف أمام هؤلاء المعاندون، فأرسل إليه أن يحضر على الفور القسطنطينية لكي يحاجج مقدونيوس، وهو الذي كان ينادي بأن الذي صلب هو المسيح الإنسان وهو غير مقدونيوس بطريرك القسطنطينية الذي بسببه عقد مجمع القسطنطينية سنة 381 بخصوص التأكيد على ألوهية روح القدس. وقد علم المقاومون بقدوم ساويروس انطلقوا من أماكنهم وهربوا منها، ولما حضر اضطرب مقدونيوس جدا وتوقع أنه سوف يحاجج ويزول هرطقاته وأنكار الإيمان الصحيح، ولم ينطق مقدونيوس أبدا، وكان يخشى صياح الجماهير التي كانت تصرخ وتحيي القديس ساويروس البطل. أما ساويروس فلم ينظر إليه بالمرة لأنه كان حزينا جدا بسبب إنكار الإيمان الصحيح، ودارت المناقشات بينهما وحاول ساويروس إقناعه بالإيمان المستقيم. ولما رفض انعقد مجمع بالقسطنطينية سنة 511 من أساقفة وفي حضور القديس ساويروس، طبعا غير المجمع المسكوني بالقسطنطينية اللي هو المجمع المسكوني الثاني، دي حاجة تانية خالص. وقرروا قطع مقدونيوس ونفيه، ففرح الشعب وكان يصيح حسن هو قدومك يا ساويروس يا نور المسكونة الملح الذي لا يفسد. وبعد أن جهد القديس ساويروس تمت رسامته بطريرك الأنطاكية سنة 512 ميلادية، وامتلأت المدينة في تلك اليوم برائحة الطيب. وفي سنة 512 دعا إلى مجمع في أنطاكيا أدان فيه مجمع خلق دنيا ورسالة لون، وتبادل الرسائل بشأن الإيمان المستقيم مع أباء كرسي الأسكندرية والبابا يوحنا الثاني والبابا ديسكوروس الثاني. شدد الإمبراطور الاضطهاد على القديس وناله ضيق شديدا، كان من أسر أن جاء إلى مصر وعاد بمصر وعاش بمصر حوالي 20 سنة من 512 ميلادية حتى 528. حتى 538 518 حتى 538. ومن خلالها لم يهمل كنيسته في أنطاكيا، فكان يديرها بنواب ورسائله وكتاباته في الدفاع عن الإيمان. وقد رجع إلى القسطنطينية ثم عاد إلى مصر ثانية. وبعد موت يوستينوس الإمبراطور خلفه يوستينيانوس الأول، وخلال هذه الفترة أمر في سلسلة اضطهاداته أن يعقد مجمع بالقسطنطينية سنة 526 لإجبار أصحاب الإيمان الأرثوذكسي على اقتناع المذهب الخلقي دوني. وجه الدعوة بالذات للبابا تيموساوس بطريرك الأسكندرية الذي رفض الحضور، وإلى القديس ساويروس الذي قبل الدعوة وظهر له ملاك الرب وشجعه بالذهاب والاعتراف بالإيمان المستقيم. فتوجه القديس الملك ووبخه بشدة، فرد الملك هل أنت ساويروس الذي تحتقر كنائس الله؟ فقال القديس لا، بل أنت الذي تركت الإيمان الحقيقي. فلطفه الملك وذكره بأسلافه الذين تعرضوا للنفي والتشريد، ولكنه رفض بشدة. وبعد محاولات احتدم غضب الملك، أمر بالقبض عليه وبقطع لسانه، وأشار أيضا أحد الضباط الملك بأن بيأمر بقطع رأسه ليحل السلام في الكنيسة. لما علمت الملكة سوء دور المحب المسيح بذلك أوعزت القديس بالهرب، فلم يقبل أولا وقال إني مستعد لأموت أن أقدم ذاتي فدية عن الإيمان الصحيح. لكن الملكة تحدثت إليه قائلة كيف تطلب خلاص نفسك ووحدك وتترك كنائس الأرثوذكسيين؟
إذ مات الراعي ألا يبدل الذئب الخراف ويأخذها بعيدا عن المراعي فتكون عرضة للموت؟ إنك ستنطلق سعيدا لكنك ستترك الوحوش الضارية تفتك بالرعي. وبعد إلحاح كثير نزل عن رغبته وهرب إلى مصر 526. دي المرة الثانية في مجيئه إلى مصر. أما الإمبراطور فلما طلبوا لم يجدوا، أرسل رجالا في طلب ولكن أزل الله حجابا على أبصارهم فلم يروا، مع أنه كان قريبا منهم. وظل في ديار مصر حتى نهاية حياته، وكان بشدة اتضاعه يكون متنكرا من مكان لآخر في زي راهب بسيط. وبعد طرد القديس ساويروس شغل منصبه 3 أساقفة حلقدونيين على التوالي. فضائله ومعجزاته. عندما دخل القديس ساويروس احدى الكنائس في برية شهيت ليصلي في زي راهب بسيط، وعندما رفع القس القربان ووضعه على المسبح وبعد قراءة الرسائل والانجيل، صعد القس الى الهيكل ورفع الابرس فرين ليقدس القربان فلم يجده، فبكى والتفت الى الحاضرين قائلا لهم: ايها الاخوة، انني لم اجد القربان ولست اعلم ان كان من اجل خطيئتي ام خطيئتكم. فبكى الحاضرون ايضا. والوقت ظهر ملك الرب وعلمه أن هذا ليس من أجل خطيئته، إنما كان لرفع القربان على المسبح، ويوجد أب البطريرك حاضر. وأشار الملاك إليه وكان في إحدى زوايا الكنيسة، هو القديس ساويروس كان يعني إيه واقف في مكان كده على جنب. ولما أدى إليه القس أمره الأب البطريرك أن يكمل القداس بعد أن أدخله القديس ساويروس إلى الهيكل بكرامة عظيمة. فصعد القس إلى الهيكل فوجدوا القربان ومجدوا الله جميعا. كده خدنا نبذة مختصرة عن القديس ساويروس. القديس ساويروس بقى له كتابات كتيرة، كتابات إيمانية عقيدية كتيرة، ومعظمها باللغة السريانية، ولكن اللي ترجم للإنجليزية حاجة قليلة. ولكن على الأقل هو في كتاب مترجم على الإنجليزية في كتابات القديس ساويروس الأنطاكي. ناخد فكرة عن أب تاني من أباء السريان، قديس ماري يعقوب السروجي. نال القديس ماري يعقوب السروجي شهرة عظيمة في الكنيسة السريانية بسبب علمه ومعرفته وقداسته وموهبة كتابته القصائد الفائقة. وقد حسبه الأرثوذكس غير الخلقدونيون، وأيضا الخلقدونيون كما الموارنة أيضا قديسا، ويذكر في الليتورجيات السريانية مع القديس أفرام السرياني بكونه معلما فصيحا وعمودا كنسيا، حيث دعي هذا القديس قيصارة الروح القدس وقيصارة الكنيسة المقدسة الأرثوذكسية وإكليل معلم الكنيسة الجامعة الرسولية وزينتهم وفخرهم والمفسر والشاعر والحكيم. كتب عنه مار إغناطيوس إفرام الأول فصارت قصائده سير الرياح وطارت في الأفاق بغير جناح، وشعره يهجم على القلب بلا حجاب. يعني البطاركة المعاصرين الكنيسة السريانية يعني مدحوه جدا جدا. يقول ماري ساويروس إسحاق برضو أحد البطاركة المعاصرين الحاليين، يعني برضو نظم شعر بشأن قديس ساويروس الأنطاكي، برضو آسف عن القديس ماري يعقوب السروجي بيمدحه فيه. وقد ولد ماري يعقوب في قرية الواقعة في المصيصة، أي منطقة ما بين النهرين على ضفة الفرات، وهي بالقرب من سروك. وقيل انه ولد في بلدة حورة من اعمال مدينة سروك عام 451. كان والده كاهنا، وجاء يعقوب ثمرة صلوات والده لسنوات طويلة، حيث كانت والدته عاقرا، حيث ان والده اخذ زوجته الى الكنيسة حيث صلى ونزل فاستجاب الله وطلبتهما ورزقهما طفلا.
اسم يعقوب، وكان سبب فرح عظيم لوالديه. وفي حوالي سنة 470، حيث كان القديس يعقوب في العشرين من عمره، التحق بمدرسة الرها أو الرها اللاهوتية وتخرج فيها، وقد أتقن علومه اللغوية والفلسفية واللاهوتية، ولكنه رفض فكرها النسطوري. وذكر عن هذه المدرسة وعن تعليم ديودور الطرسوسي في رسالته إلى العازر رئيس دير ماري باسوس نحو 511 قائلا: إنه قبل 45 سنة عندما كنت أدرس الكتب الإلهية في مدينة الرها في تلك الغضون، كانت كتب ديودور المنافق تنقل من اليونانية إلى السريانية، وكان في المدينة مدرسة للفرس الذين كانوا متمسكين بتعليم ديودور تمسكا شديدا، تلك المدرسة التي أفسدت بلاد الشرق كلها. وقد تمكن بعد فترة قصيرة من الفوز بشهرة واسعة لعلمه وفصاحته، بدأ ينسب القصائد وهو شاب قبل، وربما لم تشر قصائده التي كتبها في ذلك الوقت. وقد قال عن نفسه ببيت من الشعر بخصوص هذه الموهبة: لما منحتني إياها لم أفقه أنزئك ماذا نلت، أما الآن فبعد أن ضاعفتها زدني منها أضعافا كثيرة. كما نشرت بعض قصائده في مصر عن نشر نقلا عن بعض المخطوطات العربية. وقد التحق القديس ماري يعقوب السروجي بالحياة الرهبانية، ولكن لا نعرف الكثير عن تفاصيلها. حيث كانت بصيرته تتركز على الثالوث القدوس العامل فيه، فغاية جهاد المؤمنين كما سبق فرأينا أن يسترد صورة الله، أن يسترد الإنسان صورة الله ويكون على مثاله. فكثير ما يستخدم قديس يعقوب السروجي تعبير أن آدم على صورة الله النبيلة، ليعبر به عن الطبيعة البشرية قبل السقوط، كما يقول أن الله أعطى النفس جمالا لتكون أسمى من المخلوقات، وبها الحرية والعقل والحكمة والفهم والحواس المملوءة، فإن جمال كل المخلوقات الصامتة والناطقة الجسدية لا تشبه الملائكة. وفي كتاباته لا يعزل العقيدة عن العمل الروحي الجاد، يقول: صار المسيح إنسان من أجلك حيث هو الله لتكن معه ابنا إذا أنت إنسان، كما يقول: نزل ابن الله من العلو وصار إنسانا وصعدك من داخل العمق لتكون ابنا لله. طبعا يقصد بالنعمة أو بالتبني. كذلك يقول: ابن الله هو الديان وهو المخلص وهو مطهر العالم كله، كما يضيف: لما نزل أنزل معه السمائيين، ولما صعد أصعد معه الأرضيين. وقد اتسم القديس يعقوب السروجي بروحانية عالية ونسك وزهد في كل شيء، لأنه كان يسير باعتدال في كل شيء، فالجهاد والنسك ليس سباقا في تطرف، إنما في عمقه وفي غايته هو لقاء مع الله في اعتدال. في ذلك يقول: علم المسيح الصلاة باحتراس بغير تطويل، لإلا بطول الكلام تضعف الصلاة. كما نجده في جهاده في اقتناء فضائل كثيرة بالمسيح يسوع، كان يهتم بالمعرفة الروحية، لا يكف عن القراءة والدراسة العميقة، خاصة الكتب المقدسة، الأسفار المقدسة، العهد الجديد والقديم. كما نجد مع اهتمام القديس ساويرس بالفضائل فضيلة الصمت، كان أيضا يتوق الحديث البناء لخلاص إخوته، الشهادة لعمل الله. وجاء في مخطوط بدير الزعفران عن سيرته أنه عرف يوم انتقاله برؤية وظهرت له في الليل وتنبأ بعد يومين، وقد أعلن ذلك لتلاميذه وتحققت النبوءة أن في الفترة التي سبقت خروج بولس من الرها أرسل يطلب القديس يعقوب
وكان القديس يمتنع عن الدخول إليه لعلمه أن إيمانه ليس سليما وحقيقي، فأخذ يزعجه بقصة المفروضين اللي يزوره، فدخل الكنيسة ورمى نفسه على المذبح وصلى قائلا: أيها الرب العارف بالخفايا لا تدعني أرى وجه بولس. على أساس أن بولس ده كان إيه؟ كان يحمل إيمان النساطرة، فكان مش عايز يشوفه خالص ولا يتقابل معاه. وعندما وصل أدير الفرس رأى حلما في الليل حول رحيله عن هذا العالم، وإذ أوعز إليه في الرؤية بالعودة إلى مدينة عاد في تلك الليلة نفسها إلى قلياته، وأعلن ما رأى على الملأ، وبعد يومين توفى انتقل بعد أن أوصى بكنيسته وتلاميذه وبتعليمه، فتعجب أبناء مدينته وشاع أمر مفعول صلاتي في سائر أرجاء سوريا. أفكاره اللاهوتية باختصار: كان القديس يعقوب السروجي يعتقد بانبثاق الروح القدس من الآب كقول المسيح يوحنا 15، وبالتالي طبعا لقرار مجمع القسطنطينية المسكوني الثاني سنة 318، وأن العذراء مريم والدة الإله، وأن الروح القدس طهرها وقدسها بعد أن بشرها الملاك بالحبل الإلهي، وأيضا إيمانه بخصوص بتولية العذراء مريم الدائمة، وأيضا دافع عن طبيعة المسيح الواحدة من بعد الاتحاد، وأظهر أن الابن الواحد بعد التجسد لا ينقسم إلى اثنين، وأنه ليس باثنين لكنه هو بعين الإله مع الواحد مع أبيه، وأيضا الإنسان في نفس الوقت الذي أخذ جسدنا البشري من أحشاء العذراء، وقد هاجم مجمع خلق دنيا. نكتفي بكده، يبقى خدنا النهاردة محاضرة الفرقة الثالثة مادة علم الأبائيات، خدنا فكرة كده مبسطة عن بعض من أباء السريان: قديس سيروس الأنطاكي، قديس يعقوب السروجي. نكتفي بكده، يبقى فضل لنا حاجتين في مرة تانية في محاضرة تانية، ناخد القديس الغورس النيسي أحد أباء الكبادوك، وكمان ناخد برضو فكرة عن القديس ماري إفرام السرياني. لإلهنا كل مجد وكرامنا الآن والأبد، آمين.